صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا صليت مع جماعة في المسجد لصلاة العصر فلحقت معهم ركعتين فأكملت بقية الركعتين، فجاء رجلان في أثنائها واصطفوا ورائي فأصبحت إماما لهم وأكملت بهم بقية صلاتي وهم أكملوا بقية صلاتهم، فهل يصح فعلي هذا؟ والله هذا محل نظر ومحل بحث. كون الإمام المأموم ينقلب إلى إمام دون أن يستخلفه الإمام هذا محل بحث يحتاج إلى نظر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. وأنا أقول تجنب هذا أحسن، ما داموا اثنين ورا ما صلوا جميع جماعة هم جماعة ورا ما صلوا جماعة هم. نعم.